أخيرا، لو عرض عليك التواجد في مصر للاستفادة من خبراتك في المستقبل والعمل مع تطوير الكرة المصرية، هل تقبل؟ First of all, أولا I did it now as technical director. I worked now for أنا how much 14 and 40 and 22 years. أنا أعمل I think في هذا المجال لمدة 22 what I'm عاما doing now الآن، وما أفعله الآن في and بعض الدول some countries, I try to help أنني أساعد هؤلاء الدول to give kind of consultancy. لتطوير كرة القدم بنوع من أنواع الاستشارات، ولكن ما تريدونه وما تحتاجونه هو شخص دؤوب جدا لديه فكر مقاتل يستطيع أن يفعل أشياء مختلفة. من الممكن أن يكون مديرا فنيا خبيرا أو ولكنني أستطيع أن أقدم المشورة فقط، ولكن أنتم تريدون شخصا مقيما موجودا لديه فلسفته التي يستطيع أن يمررها لكل العاملين، وأن تكون لديه وأن تكون مبادراته وأفكاره مدعومة من الإدارة العليا لكرة القدم في بلدكم. وهذا هو الذي يحدد، وهذا يكون هذا الشخص هو الذي يحدد الأهداف والاستراتيجيات، والكل يدافع عنه والكل يدعمه. الأمر سيأخذ أعواما وسيكون صعبا، ولكن لابد أن نستمر في الدفاع عن، لابد أن يستمر هذا الرجل في الدفاع عن وجهة نظره وأفكاره، ولابد أن يحقق الأسس لتطوير كرة القدم، لأن هذا سيجعل مجال كرة القدم أفضل، اللاعبين أفضل، لأن أنا أعرف أن مصر بلد جميلة جدا، ومصر دولة قوية في كرة القدم ومليئة بالأفكار الجيدة. أعتقد أنني في تطوير مجال كرة القدم البلجيكية عقدت أكثر من 200 اجتماع لشرح وجهات نظر ونقاط مختلفة في خطتي. صحيح لا يمكن لأحد أن ينكر أن عندما تلعب كرة قدم تريد أن تفوز، أن تفوز سواء بأي تشكيل أو أي تطوير، إما أن تطور من اللعبة لديكم من اللعب على مستوى صغير 5 أمام 5، 6 أمام 6، إلى أن تصل 11 11 وتكتشف اللاعبين. ومن الممكن أن أعرض لاعبين لديهم 10 سنوات أو 12 سنة يلعبون في تلك المباريات الصغيرة، مستويات هؤلاء الصغار رائعة جدا، نستطيع أن نختار منهم ونصنع نواة للاعبي كرة القدم الدوليين. هؤلاء اللاعبين سيكونوا نواة لأي فريق. المسؤولين عن تطوير كرة القدم لابد أن يخرجوا بخطة واستراتيجية يمكن تطبيقها على مدة معينة من السنين، ولابد من البداية أن يكون هناك دعم ولأن يكون هناك أكاديميات تدعم الفكر الذي يتم تطبيقه، سواء الأكاديميات الأندية أو أكاديميات مراكز الشباب، وأن يتم توجيه المديرين الفنيين لعقد دورات تدريبية لهم، توجيههم بعقد دورات تدريبية لتطبيق الفكر. إذا استطعتم أن تفعلوا ذلك لابد أن يكون هذا بالتنسيق مع المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، ولابد أن يكون هناك تناغم جميع الأطراف العاملة في كرة القدم، لأنكم بهذا تصنعون كرة قدم جديدة وتصنعون تقليدا جديدا في كرة القدم، سواء كان هذا المدير الفني محليا أم دوليا.